تشغيله تمرين اليوم راح يكون كارديو قسم علوي. طبعا كارديو قسم علوي يعني راح نحرك عضلات القسم العلوي، بس حرق الشحوم راح يكون من كامل الجسم، يعني حرق الشحوم ما راح يكون خاص بمنطقة العلوية. اي كارديو فيكون اي تمرين كارديو بيحرق شحوم من كل الجسم، ما منطقة واحدة، تمام؟ يعني انا عم حرك ايدي من فوق ما معناته انه بس ايدي راح تنحف، هو راح ينحف كل الجسم، بيسحب شحوم من كل الجسم، يعني حتى البطن بينحف، الفخاد بينحفوا، بس رح يكون مركزين على عضلات القسم العلوي يلي رح تساعد على شد الجلد وعلى نحت المكان، يعني بيطلع الجسم موديله احلى. اوكي يلا رح نبدا بالتمرين، نبدا نعلي الموسيقى. يلا اول شيء رح نبدا نحرك جسمنا شوي، نحرك ايدينا، تمام، برافو، حركي لي ايديك كثير منيح، تمام. هسه ناخذ نفس، شدي لي بطني، شدي لي الظهر، كثير منيح. برافو، هلا رح مد ايدي اكثر لقدام، قدام، برافو، خليها الايد مرفوعه لفوق مشان نحرك الزلد من تحت، تمام. اوكي يلا هلا محركة الخصر انها كثير منيح، رح احط ايدي ورا، اوكي، فانا هلا بدي احرك الخصر لهون، رح اعمل ايدي لهون، وبدي احرك الخصر لهون، رح اعمل ايدي لهون، تمام؟ ظبطيها مشان تشتغلي معي، اوكي، خلي ايدك ورا، برافو، رح نعمل هلا اسرع، جاهزين؟ يلا نعمل اسرع، واحد، اثنين، برافو، ثلاثة، ممتاز، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، ممتاز. رح نعمل على الجهة الثانية، خلي ايدك ورا، واحد واثنين، واحد اثنين، زبطت؟ تمام، نعمل اسرع، يلا، واحد اثنين ثلاثة وأربعة خمسة ستة سبعة وثمان. رح نعمل نفس الحركة بس إيدي رح تكون على الجنب ولفوق، أوكي، جنب فوق، جنب فوق، تمام؟ يلا رح بلش عد ثمانية سبعة ستة خمسة الجهة الثانية،
بنقدم الورك قدام ورا بهاي الطريقه. تمام، برافو. يلا نبلش نمد ايدينا مره قدام ومره فوق، قدام وفوق. رجلين ايدك قد ما فيك هنا ورا. رح نعمل هلا اسرع. جاهزين؟ يلا برافو. هاي دقيقة لفوق لفوق، ممتاز. هسه اثنين، رح ارفع هلا اجري. واحد ورا، اثنين ورا، ثلاثة ورا، أربعة لورا، خمسة ستة سبعة ثمانية. تمام، نرجع نحرك يمين يسار. كثير منيح، رح ابدا اعكس ايدين مع بعض بهي الطريقة. هلا عم تسرع دقات القلب لأنه الجسم بيبقى أحسن يحسب الكربون وبده أكسجين. يلا بيبقى أحسن يحسب الكربون، ناخذ أكسجين. ممتاز، حرفع ايدي أكثر لفوق. برافو، إكس 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 إكس، ممتاز. لا تنسوا تطرحوا ثاني اكسيد الكربون. برافو، رح نرفع لفوق الراس. ارفعي ارفعي لفوق. تمام، برافو. هلا رح نعمل أربعة تحت، أربعة هون، أربعة فوق الراس. برافو، لقدام تحت، اثنين ثلاث أربعة قدام، اثنين ثلاث أربعة فوق، اثنين ثلاث أربعة قدام الجسم، أربعة تحت. برافو، قدام فوق قدام وتحت. تمام، فوق قدام ولتحت. آخر مرة، فوق قدام. يلا رح آخذ يمين يسار. برافو، نفس ما ننسى نفس. رح ارفع ايدي لفوق، رح اخذ يمين يسار. يلا شديدي شديدي ايديكي، ممتاز. برافو، نزل ايدينا لتحت، بلش نروح خطوه يمين خطوه يسار. حرك ايدينا، ريح شوي، شهيق وزفير. نطرح ثاني اكسيد الكربون. تمام، رح هلا ابدا احرك ايدي ورا الظهر. برافو، وحده قدام راسي ووحده ورا ظهري. دخلي لي اياها ورا الظهر، ممتاز. اوف، هلا بالعكس، رح تكون الفوق ورا الراس والقدام قدام البطن. تمام، خبطت قدام البطن ورا الراس، الفوق رح تكون ورا الراس. تمام، برافو، حرك مفصل الكتف كامل. تمام، ممتاز. برافو، دائرة دائرة دائرة. تمام، هلا رح اخذ دائرة بعدين اعمل مرتين هيك، دائرة مرتين هيك، دائرة مرتين. تمام، دائرة مرتين، رح نعملها أسرع. يلا دائرة 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 دائرة، يس. آخر مرة، تمام. روح كمان خطوة يمين خطوة يسار، ناخذ نفس نفس. ريحي ايديكي، نفس. برافو، رح ناخذ نفس لقدام. زفير شهيق، زفير شهيق، زفير
تمام. راح اخذ ايدي على جنب على جنب. برافو ممتاز. تمام راح ارفع ايدي هلا اكثر شوي لفوق على مستوى الصدر. جاهزين؟ يلا. برافو ممتاز كثير منيح. راح اسحب من هلا اكثر لفوق. برافو. فعلي فعلي الكوع. حركي لك اياه هاي المنطقه. تمام برافو. رح نعمل تنتين تحت تنتين قدام. هاي تنتين قدام تنتين وفوق تنتين. برافو. قدام لفوق تحت قدام فوق قدام ولفوق. اخر مره لتحت قدام لفوق. تمام هلا رح نحرك ايدينا دفش ورا بريدي هيك الكف لورا ندفش ورا ورا. بعرف انه بلشت تحسي بألم بالكتاف تحملي شوي زبد اذا كثير وجعوك ريحي شوي وجع كتفك معك. تمام هلا بدي شد الكوع. يس رد نفتح مرة ثانية. يلا 1 2 3 4 5 6 8 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا هيك 3 4 5 6 7 8 8 8. طيب نزل ايدينا لتحت سحب الكوع لتحت سحب 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 لتحت ممتاز. هلا سحب لفوق. يس فوق فوق فوق. رح نعمل مرة تحت مرة فوق تحت فوق تحت فوق تحت. تمام ممتاز برافو. لا ننسى نعطي الزفير. برافو دائرة. تمام كثير منيح. هلا راح احط ايدي قدام دائرة دائرة بالعكس. بعرف انها صارت صعبة شوي عشان هيك دائرة بالعكس. تمام هلا راح احط ايدي يمين يسار وفوق وفوق. برافو. يمين يسار فوق وفوق يمين يسار لفوق. تمام برافو. قدام ورا.
هيكون خلص تمرين اليوم كارديو القسم العلوي. ان شاء الله يكون عجبكم. راح نريح شوي، نعمل شوية ستريتشنج خفيف للايدين مشان اذا حابين تنتقلوا لتمرين ثاني. اوكي، فيكم تنتقلوا لتمرين ثاني. هلا تعملوا مثلا كارديو بالاجرين، او ممكن تعملوا تمرين بطن، انت اختاري اللي بناسبك. وقف دائرة، تمام، وقف شوي الموسيقى، تمام، حرك ايدينا نفس، برافو عليكي. يلا ناخذ نفس صبايا، شهيق ونعطي زفير مع حركة الراس لقدام. مرة ثانية رح ناخذ شهيق زفير، برافو برافو، يس. حبي نفسك، حبي نفسك، love yourself، ضمي حالك، تمام، برافو. هلا رح نعمل تحت ولفوق، تحت فوق، تحت لفوق، برافو. دائرة بإيد اليمين، خمس دوائر رح نعمل، أربعة، خمسة، بالعكس، بس حاولي تكون الإيد مفتوحة على الأخير، مو هيك؟ مو هيك؟ افتحي للإيد، تمام، على الأخير، برافو، خمسة، الإيد الثانية، يلا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بالعكس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. رح نعمل ايدين مع بعض، فتح ونرجع ضم، تمام؟ يلا فتح زفير ضم، اخر مرة فتح وضم، برافو عليكم. بتمنى يكون التمرين عجبكم. اذا كنتم متابعيني اول مرة بليز تعملوا لي سبسكرايب للقناة اذا عجبكم المحتوى، ولا تنسوني بتعليق صغير حلو مثلكم، تمام؟ نشوفكم بخير ان شاء الله. Love you so much.